معرض ربيع هو معرض بيحكي عن ربيع الأرض وربيع الشعب، هو برعاية من فريق صبح الثقافي بالتعاون مع اتحاد المصممين السوريين. اليوم بمعرض ربيع الفنانة قدمت ما يقارب 35 عمل من جهودها الفردية، والمعرض طبعا بمشاركة فنانة واحدة، واللوحات جميعها تم رسمها خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فترة امتدت فترة طويلة، ولكن الحمد لله أثمرت عن معرض جميل ومعرض يعني لائق. هذا العنوان العريض اللي بيحكي عن الربيع العربي وبيحكي عن ربيع الأوطان، كانت الفكرة من المعرض هو الخروج من إطار العنف ورائحة البارود ورائحة الدم لإضفاء بارقة أمل على حياتنا في المحرر. كتير اني اشجع الشباب اللي عم نشوفهم بالمنطقة اللي صارت ما بعد الثورة، كيف ادت خلينا نقول لوضع امني كتير متردي، لاوضاع كتير سيئة اقتصادية. اللوحات اللي نحن عم نشوفها هي لوحات كتير بسيطة، لكن انه هي لوحات بتعبر عن المآسي والآلام اللي عشناها نحن كشعب سوري.